هذا المطعم العائلي بصح اكتشاف، وعنده جميع انواع السمك والاثمنه عندهم جد مناسبه، وعندهم الفريتور عندهم على بلونشا، والطبق عندهم ابتداء من 45 درهم وبلا ميزبوش ديالو. وغادي نتعرفوا على جميع الاطباق وتبع معايا الفيديو. المطعم سميتو فلوكا وكيتواجد في الدوحه ابواب مراكش قدام الجامع الاخر. وجيت اليوم عندهم بناء على طلب المتابعين اللي كيسولوا على مطاعم كيديروا الحد بثمن مناسب ومع غلاء الاسعار. وباش نجرب الاطباق اللي عندهم، وغادي نبدا بالطبق الاكثر مبيعا واللي هو طبق 45 درهم، وكتجمع سوب دو بواسون زعلوك وصوص طوماط وصوص طرطار. وهذا بلاميكس مبرع حتى هو مع اللوازم ديالو ودير 55 درهم، وهذا باطو المطعم ودير 130 درهم ويمكن يبارطاجيو جوج ديال الناس ومهوكر تبارك الله. وهذه صينيه فريتور معشقه وفيها الحوت رويال وعامره بالفروي وفيها حتى البريوات وديري ليها 190 درهم. وهذا شرغو على بلونشا بلا غارنيتور ديالو وديري ليه واحد الشرموله سبيسيال وطيب مزيان والثمن 90 درهم. وعندهم حتى سوب دو بواسون رويال 30 درهم، وعندهم حتى البايلا من سوما من غوما ثمنها 45 درهم. وندوزو لي صلاد، وعندهم صلاد فلوكا وما تقدروش تكملوها وثمنها 55 درهم، وعندهم صلاد افوكا كروفيت وثمنها 45 درهم، وعندهم طويجنات بحال البيل بيل 40 درهم وبوزروك 35 درهم. اما عشاق البيتزا وفروا ليهم بيتزا في خوي دماغ وكانت بنينه ودايره 45 درهم. الصراحه مطعم فلوكا كيقدم سعر مقابل الكاليتي وجاب البحر حتى لمراكش. واللي جرب مطعم فلوكا يخلي ليا في الكومونتيرات، وما تنساوش ديروا سيف وبارطاج الفيديو.